مدينة العلمين الجديدة أصبحت وجهة سياحية عالمية مميزة، وذلك بعد استضافتها لمهرجان العلمين في نسخته الأولى العام الماضي، حيث أيام قليلة وتنطلق النسخة الثانية من المهرجان. على الرغم من أن مدينة العلمين تتميز بشواطئها الخلابة ومياهها الفيروزية، فإنها ليست فقط مقتصرة على الشواطئ، يوجد بها العديد من المقاصد السياحية التي تتميز بها. النهاردة أول مرة أجي العلمين، وكنت أسمع عنها يعني، بس ما كنتش متخيل إن هي بالجمال دوت، وفي كل الخدمات هنا وكل الإمكانيات موجودة، وبصراحة حاجة يعني تحفة جميلة جدا، وحاجة بتميز مصر جدا جدا بالنسبة للسياحة. حقيقي تحس إن هي دبي التانية ورائعة، وكمان الشواطئ فيها هادية وحلوة، والخدمات فيها هايلة جميلة جدا حقيقة، وأكيد هي المستقبل. المنشآت والأبراج على ديزاين عالي جدا، وحقيقي هي تحفة يعني. العالم على مين؟ جمعت مدينة العلمين بين العديد من الأنشطة المختلفة التي تغني عن الخروج من المدينة، حيث ضمت مدينة العلمين مسجد وبلازا والعديد من المحلات التجارية والتنوع في مختلف أرجاء المدينة. لازم أجي على الممشى أنا والولاد ونتمشى ونفطر هنا، في أحلى بريكفاست هنا، في أحلى دينر، في أحلى كل حاجة، في خدمات حلوة جدا 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 لينا ولكل الناس المحترمة اللي بتجينا وتشرفنا. مدينة العلمين أصبحت مدينة متكاملة فيها مش سياحة، مش بنيجي نصيف بس، لا كنا الأول بنيجي زمان نصيف ما بنلاقيش الخدمات بتاعتنا، عشان نروح من نشتري حاجة أو نروح نسهر أو نروح بنقعد نقطع 100 كيلو حاجة كده. دلوقتي بقيت في العلمين كل حاجة موجودة جنبك، الخدمات كلها موجودة جنبك، المولات كلها موجودة، الترفيه، السينمات، كل ده ما كانش متاح قبل كده. تيجي مدينة العلمين بصراحة بتستمتع، حيث وفرت مدينة العلمين جميع الخدمات التي يحتاج إليها الوافدين، حيث بها مسجد بالقرب من منطقة الخدمات، وأيضا العديد من المحال التجارية المختلفة والمتنوعة، وأيضا الممشى السياحي الذي يستقبل العديد من الزوار للاستمتاع بأجواء ممتعة. جهود مستمرة من الدولة المصرية لجعل مدينة العلمين مدينة متكاملة الخدمات، حيث يتوفر بها جميع الخدمات التي يحتاجها الوافدون إليها. ندى سرور، إكسترا نيوز.